السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبناء وبنات الطلبة بالصف الثالث الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنكمل درس المرة اللي فاتت، بس قبل ما أكمل كان في أسئلة من طلبة المرة اللي فاتت سألوني. في طالبة اسمها مريم عادل سألتني وقالت لي هو الحاجات دي بتيجي في الامتحان؟ أه طبعا بتيجي في الامتحان. الامتحان بيكون عبارة عن 5 أسئلة. بيبقى السؤال الأول عبارة عن اللي هي الثقافة الفنية اللي أنا دلوقتي بديها لكم. دي بتبقى نظري، بيبقى يا إما صح وغلط أو أكمل أو اختار ما بين الأقواس في الكلام اللي إحنا بشرحه لكم دلوقتي. والسؤال الثاني بيكون التعبير الفني اللي هو الرسم على مساحة الورقة كلها بتاعت الامتحان، ودي بتتلون طبعا كلها. السؤالين دول بيبقوا إجباري. في 3 أسئلة تانيين بيجوا بعدهم، بيبقوا بنختار منهم 2، بيبقى عبارة عن 1 تصميم فني، 1 تذوق فني، 1 أشغال فنية. التصميم الفني اللي هو التصميم الابتكاري اللي هو بيبقى متحدد لك مستطيل بيتعمل من كام في كام، يعني مثلا 15 في 20 أو 20 في 25. وبيبقى السؤال اللي بيبقى بنختار منه تاني اللي هو سؤال التذوق، ده بيبقى بيديكي رسمة معينة، بيقول لك مثلا كملها أو ابتكر منها. وفي السؤال الخامس بيبقى أشغال فنية، ده طبعا بيتعمل بالقص واللزق الملون طبعا، وبتبقى في مساحة معينة برضو بنعمل منها تصميم وبعدين بنشغلها بالقص واللزق. في حد كان سألني برضو قال لي يعني ايه ارابيسك؟ الارابيسك اللي احنا خدناه الحصة اللي فاتت اللي هي المشغولات الفنية اللي هي بتبقى التعشيق الخشب المتعشى. ان شاء الله دلوقتي هنبدأ في الحصة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني في الثقافة الفنية عبارة عن دراسة الحرف والصناعات الصغيرة المتوفرة في البيئة وإمكانية استثمار. أول حاجة ناخدها الحفر على الخشب، وبعد كده ناخد الأخشاب المستخدمة في الحفر على الخشب وخصائصها، أنواع الحفر، أشغال القش والخيرزان، أشغال البوص والجريد والزعف، وفن التجليد. أول حاجة ناخدها إن شاء الله الحفر على الخشب. الخشب تعرفنا فيما سبق في الحصة اللي فاتت على الأخشاب على مر العصور. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على الحفر على الخشب ومدى تطويع خامة الخشب للتشكيل فنيا ومدى حاجتها للتجهيز قبل استخدامها فنيا، ونعرف إيه هي العيوب قبل ما نستخدمها. للتعرف على خصائص الخشب اللي نحن بنستخدمه في الحفر بيأتي عن طريق الممارسة طبعا والتجريب. الحفر هو نوع من أنواع التقنيات التي تستخدم على خامة الخشب، كذلك تقنية النقش على الخشب والحرق على الخشب وزخرفة الخشب بخامة أخرى زي العاج أو تطعيمه بالصدف أو شرائح المعدنية زي الأسلاك النحاس اللي هي الأصفر وسلك النحاس الأحمر، وممكن بعد كده كمان بنلونه. وبيعتبر الحفر من أهم الصناعات اللي استخدمت في صناعة الأساس. الأخشاب المستخدمة في الحفر وخصائصها. بتختلف الأخشاب المستخدمة في الحفر من حيث استخدامها وقابليتها للتشكيل، فمنها ما هو بتبقى أليافه متفتحة، وفي منها بتبقى أليافه مندمجة في بعضها، ومنها ما هو بيبقى هو اللي هو في بيبقى كثير العقد ومتشقق وقابل للالتواء، وطبعا دي بتبقى أرضى أنواع الأخشاب. كما يوجد الأخشاب ما هو متميز بمرونته وجمال ثمرته وقابليته للصقل، ده طبعا بيبقى ده الأغلى في الأخشاب. من أهم الأخشاب التي يمكن الحفر عليها اللي هي خشب الجوز وخشب البلوط وخشب الأرو وخشب الماهوجني وخشب الأبانوس وخشب الزان وخشب العزيزي وخشب الموسكي والخشب الأبيض وخشب الفواكه. هنتعرف على كل نوع من الأنواع دي. خشب الجوز ده شكله، وهو بيعتبر بيتميز بجمال أليافه وصلابته المرنة، وهو غالي الثمن. خشب الجوز ده شكله في أشكال مختلفة، جمال الثمرة بتاعته بصوا عاملين ازاي، ودي لون تاني من خشب الجوز،
طبعا مع الثقل وكده بيبقى الاشكال بتختلف. اشكال لخشب الجوز بعد التصنيع بتعمل منه الصواني زي ما انتم شايفين كده. صندوق أدوات مكتبية، بصوا جمال ثماره عامل ازاي، ودي مشغولة فنية. أوريكم منحوتات من خشب الجوز، ده خشب جوز منحوت عليه بالحفر الغائر، هنتعرف عليه دلوقتي برضو أنواع الحفر ايه هي. هنتكلم عن خشب البلوط، ده شكله ولونه بيبقى أبيض وصلب ومرن، بيبقى قابل للصقل والتنعيم. أشكال من أشكال خشب البلوط، خشب البلوط بعد التصنيع بيبقى لونه فاتح كده، هنتكلم عن خشب الأرو، ده شكله قبل التصنيع، بيحتاج في تشغيله مهارات خاصة لصلابة أليافه، وده بيكون ثمنه أغلى من البلوط. دي أشكال من أخشاب الأرو، خشب الأرو بعد التصنيع بيبقى خالي من العقد. خشب الأرو هو بعد ما بتحفر عليه. هنتكلم عن خشب المهوجني، هو ده بيتميز خشب المهوجني باللون الجذاب البني المائل إلى الحمرة عن باقي أنواع الخشب الأخرى، والسطح بتاعه بيبقى متعرق وأيضا بيبقى اللمعان فيه شديد وأليافه مستقيمة وصلبة. يتميز أيضا إنه لا ينكمش ولا يتمدد، عشان كده بيبقى بيصلح لصناعة الأثاث الفاخر منه، وبيبقى بيستخدم أيضا في صناعة الزخارف بشكل كبير، وطبعا بيكون غالي عشان بيبقى مش بيتمدد. دي أشكال خشب المهوجني، دي أشكال كتيرة بيساعد طبعا إن هو يشتغل في الأساس. ده خشب المهوجني بعد التصنيع والثقل. أشكال خشب المهوجني بعد التصنيع تاني اهي، بص معمول بين الكومود ودي سكرتير. منحوتات من خشب المهوجني طبعا بيبقى أصلح حاجة تبقى في النحت لأن مفهوش عقد. خشب المهوجني برضو بتعمل منه الآلات الموسيقية، جيتار اهو. هنتكلم عن خشب الأبانوس، ده شكل من أشكال خشب الأبانوس، هو من أصلب الأخشاب وبيستخدم بكثرة في استعمال التطعيم على الخشب. خشب الأبانوس دي أشكال مختلفة في العروق بتاعته وألوانه، دي أشكاله. هوريكم مشغولات من خشب الأبانوس منحوت عليه على الكرسي، معمول منه مبخرة. معمول منه العود والعكاز والبايل كده. نعرف ان يعني اجود انواع الاخشاب اللي تتعمل منها الالات الموسيقيه هي المهوجني والابانوس. هنتكلم عن خشب الزان، ده خشب الزان شكله لونه بيكون بني مندمج الالياف زي ما احنا شايفين اليافه كلها مندمجه جنب بعض اهي، بيجمع بين الصلابه والليونه عشان كده بيكون سهل في تشغيل الحفر عليه. زين قبل ما نصنع منها. أشكال المشغولات من الخشب الزين هو بعد ما اتحفر عليه بعمل منه منحوتات، حفر بارز وحفر مجسم اهو، هنتكلم طبعا عن أنواع الحفر. بعمل منه صواني، شوفوا جمال أليافه عاملة ازاي.
قطع الخشب العزيزي، ده الخشب العزيزي بيبقى خشب لين وبيعتبر من أجود أنواع الأخشاب المقاومة للرطوبة، بيكون لونه بني زي ما احنا شايفين. خشب العزيزي ثماره بتبقى واسعة شوية، خشب الموسكي زي ما احنا شايفين كده بيبقى كثير العقد، دي العقد اللي فيه. خشب الموسكي هو أرخص أنواع الأخشاب وبيتميز بوجود العقد فيه، فهي هي الدوائر البنية دي، ده دي العقد. العقد بتبقى نوعين، نوع عقدة اسمها عقدة حميدة ونوع اسمه عقدة خبيثة. العقدة الحميدة اللي هي بتبقى لونها فاتح زي دي، اللي هي يعني مع الاستخدام أو مع الزمن ما بتقعش، إنما اللون الداكن هو اللي بيبقى مع الوقت ممكن تسقط زي دي، ممكن تقع منها، وده بيبقى رخيص الثمن. وبيستخدم الخشب الموسكي في عمل مدن السراير والمطابخ وبعض أنواع الأنتريهات والأبواب زي ما احنا شايفين كده، وهو معمول فيه عقد اهي، يعني ديت لو عقدة خبيثة ممكن تقع وتبوظ المشغولة كلها. الخشب الأبيض ده شكل الخشب الأبيض، فيه عقد برضو. الخشب الأبيض بيتميز بلونه الأبيض، وعشان كده اسمه خشب أبيض، بدرجة أفتح من الخشب الموسكي، وكمان بيبقى وزنه أخف وتكوينه أقل اندماجا من الموسكي. ده الخشب برضو الأبيض، بيبقى كثير العقد والشروخ ولين، وهو بيبقى أرخص كمان من الخشب الموسكي عشان طبعا فيه العقد بتبقى أكتر. ولكن بتستخدم في أعمال الحفر، وهذه الأخشاب اللي هي فروع الليمون والصفصاف والتوت. هنتكلم عن أنواع الحفر. في الحفر البارز المشكل، وفي الحفر البارز المجسم، وفي الحفر الواطي، وفي الحفر المجسم، وفي الحفر الغائر، وفي الحفر المفرغ. الحفر البارز المشكل هو نوع من الحفر بيستخدم في عمل البانوهات على الجدران والحشوات زي ده كده، ده اسمه بانو، بيبقى على الجدار الجدران او بتبقى على الابواب، ده بقى معمول من ده اسمه الحفر البارز. ده كمان بانو اهو، وبيصل الارتفاع الزخارف في الحفر البارز حوالي اكتر من 2 سم، يعني دي الارضيه وده الحفر بتاعه، ده المحفور منه، ده بيبقى الارتفاع بتاعه بيبقى 2 سم. الحفر البارز المجسم بيستخدم في عمل الفرونتونات وفي واجهات المباني الضخمه، ومعظم زخارفه على شكل كائنات حيه زي كده، بيبقى اعلى طبعا من الحفر اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه. هو مثل الحفر البارز المشكل لكنه بيبقى أكبر أكثر بروزا وعمقا، وبتصل زخارف المحفورة لخمسة سنتي، يعني الشكل ده الكائن الحي ده المحفور ده بيبقى أعلى من الأرضية حوالي بخمسة سنتي زي ده كده، زي ما احنا شايفين الوردة بارزة عن الأرضية، دي الأرضية ودي الوردة البارزة، ودي الضفر اللي بيستعملوا فيها الحفر، وده كمان نوع من أنواع الحفر البارز. هنا الفنان هو بيعمل الحفر، هذه الأرضية ودوت الشكل، فبيبقى ده أعلى من الأرضية حوالي 5 سنتي. ده شكل تاني من أشكال الحفر البارز المجسم أهو، ده كمان الحفر الواطي هنتكلم عنه، وهو بيستخدم في تصميم الميداليات، وظهر نوع الحفر دوت في العصر الإسلامي زي كده، بتبقى يدوب بنعمل منه الشكل بس ما بتبقاش محفورة قوي أهو، زي ما احنا شايفين كده والفنان بيحفرها، بتبقى مش عالية قوي زي أنواع الحفر اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية، وبيكون ارتفاعها بتبقى حوالي 5 مليمترات بس. هنتكلم عن الحفر المجسم، هو أدق أنواع الحفر وبيشمل الحفر على كتل خشبية وتقسيمها زي كده، ده خشب منحوت منه النمر دوت زي ما احنا شايفين، حفر مجسم جدا
وبتستخدم واكثر استخداماته في اعمال النحت ونحت التماثيل. زي كده بيبقى الشكل بيبقى مجسم اكتر، طبعا اصعب الانواع الحفر. الحفر الغائر، نتكلم عن الحفر الغائر، هو عكس الحفر البارز تماما زي اللي احنا اتكلمنا عنه، لان بتكون الاشكال المحفوره للداخل مع ترك الارضيات زي ما هي من غير حفر. زي كده بنحفر لجوه، مش زي الحفر احنا اتكلمنا عنه من شويه كان بيبقى الشكل هو اللي بارز والارضيه بتبقى متاخد منها، لا دي بتبقى هي الشكل نفسه هو اللي محفور. والنوع دوت ظهر بكثره في مقابر قدماء المصريين، ويعتبر الحفر الغائر معمر اكثر لانه بيكون غير عرضه للتلف، زي ما احنا شايفين كده بيبقى يعني شبه مسطح، فبيكون ما فيهوش اي ضرر ليه ان هو ممكن يتلف. وده كمان حفر غائر اهو. هنتكلم عن الحفر المفرغ، وهو الزخارف المثقوبة أو المفرغة بالمنشار الأركبت والمحفورة بحيث تتماسك الوحدات والزخارف زي ده كده، بيبقى معمول بالأركبت. وبيستعمل الحفر المفرغ في أشغال البراويز والإطارات الثمينة زي ده كده، برواز ده برضو يعتبر حفر أركبت أهو. انتهينا من أنواع الحفر، هنخش في أشغال القش والخيزران. أشغال القش بتبقى صناعة القش صناعة شعبية قديمة العهد في الوطن العربي، وهي منتشرة في أغلب القرى الريفية، وبيستفاد منها في الاستعمالات المنزلية للسلال والأطباق، وهو من قش الرز وقش الشعير والقمح. أشغال الخيزران بيستعمل في صناعة الكراسي والمقاعد، وأشغال الخيزران لا تحتاج إلى استعمال آلات، بل بتكفي بس إن إحنا بنستعمل الإيد البشرية اللي إحنا بنستعمله مع بعض الأدوات البسيطة. ده شكل من أشكال القش والخيزران اللي هي بتبقى السلال، ودي السلال شغل يدوي خالص مفيهوش أي آلة. ده شكل من أشكال تاني. أهو ده برافان من الخيزران، وده قفص على هيئة فيل برضو من الخيزران، ده من القش، ده من الخيزران. هنتكلم عن أشغال البوص والجريد والزعف. البوص نبات بينمو على ضفاف النيل والترع والقنوات المائية، وبيستخدم في بعض القرى في بناء أسقف المنازل الصغيرة، وبيمكن استخدام البوص في تنفيذ كثير من المشغولات اليدوية الفنية، وبيمكن زخرفته بآلة الحرق أو الأصباغ أو الورنيش الشفاف. أشغال الجريد، بناخد الجريد منين؟ بناخده من النخيل، وهو بيبقى نوعين، نوع صعيدي ونوع بلدي. النوع الصعيدي طبعا بيبقى صلب واقوى وارفع سمكا واطول طوله اكتر، وبيستخدم الجريد في صناعه الاقفاص والكراسي والمناضد والاسره والمراوح والمطارح. وبتشتهر مدينه اسوان والفيوم بانتاج مشغولات فنيه جميله وعلى درجه كبيره من الابتكار والابداع. اهو استخدامات البوص. وبرده صناعة يدوية. فن التجليد، هيتكلم عن فن التجليد. فن التجليد فن ملازم لصناعة الورق، وقد ازدهر فن التجليد في العصور الوسطى، وهو نوعين، نوع يدوي ونوع آلي. طبعا في الأول كان هو يدوي، بعدين دخلت الآلة بعد كده في شغل التجليد. دي مراحل بعد التجليد، الخياطة، دي الخياطة من خياط الورق في الجلد، وهنا اللزق، وبعد كده في مرحلة الكبس، ده شكل من أشكال التجليد.
في العصور الإسلامية كان بالجلد، وده شكل أشكال تانية ومحفورة بالزخارف الإسلامية، دي أشكال تانية للكتب أو المصاحف. هنتكلم دلوقتي بقى عن خلصنا خلاص اللي هو الحفر وأنواع الخشب وأنواع التجليد والبوص والكلام في المحاضرة ديت. عملنا شوية أسئلة هنحل مع بعضنا نشوف استفدنا إيه من اللي اتقال دلوقتي. العبارات الآتية صح أم خطأ مع تصحيح الخطأ. ازدهر الفن الحفر البارز والغائر على الخشب في الفن الإسلامي، العبارة دي صح ولا خطأ؟ ازدهر فن الحفر البارز والغائر على الخشب في الفن الإسلامي، العبارة دي صح. السؤال الثاني، من أهم الصناعات الشعبية السلال والأطباق والحصير المنزلي، العبارة دي صح ولا خطأ؟ من أهم الصناعات الشعبية السلال والأطباق والحصير والأساس المنزلي، عبارة صحيحة. السؤال الثاني، صناعة القش صناعة شعبية منتشرة في أغلب القرى الريفية، العبارة دي صح ولا خطأ؟ صناعة القش صناعة شعبية منتشرة في أغلب القرى الريفية، عبارة صحيحة. السؤال اللي بعده، الحفر المجسم أدق أنواع الحفر ويكثر استخدامه في أعمال النحت والتماثيل، عبارة صحيحة أم خاطئة؟ الحفر المجسم أدق أنواع الحفر ويكثر استخدامه في أعمال النحت والتماثيل، عبارة صحيحة. السؤال اللي بعده، لا يمكن استخدام أخشاب الفواكه في أعمال الحفر والتطعيم، عبارة صح أم خطأ؟ لا يمكن استخدام أخشاب الفواكه في أعمال الحفر والتطعيم، عبارة خاطئة، تصحيحها إيه؟ بتستخدم أخشاب الفواكه في أعمال الحفر والتطعيم اللي هي زي خشب الأشجار الليمون والتوت والصفصاف. السؤال اللي بعده، بيستخدم خشب الأبانوس في الحفر حيث إنه من أصلب الأخشاب المستخدمة، العبارة صحيحة أم خاطئة؟ يستخدم خشب الأبانوس في الحفر حيث إنه من أصلب الأخشاب المستخدمة، سوري، العبارة دي الخاطئة، تصحيحها إيه؟ بيستخدم خشب الأبانوس في التطعيم، يعني الأبانوس بيستخدم في التطعيم مش في الحفر. السؤال اللي بعده، حفر الفنان المسلم على الأبواب الخشبية زخارف بارزة أو غائرة أو مجسمة بصفائح النحاس، عبارة خاطئة أم صحيحة؟ عبارة صح. السؤال اللي بعد كده، استخدم الفنان المصري الأخشاب في صنع تمثال شيخ البلد وهو مصنوع من خشب الأرو، العبارة صحيحة أم خاطئة؟ استخدم الفنان المصري الأخشاب في صنع تمثال شيخ البلد وهو مصنوع من خشب الأرو، خدناها المحاضرة السابقة، عبارة صح أم خطأ؟ عبارة خاطئة، تصحيحها، تمثال شيخ البلد مصنوع من خشب الجميز مش الأرو. السؤال اللي بعده، حفر الفنان المسلم على الأبواب الخشبية زخارف بارزة أو غائرة أو مكسية بصفائح النحاس، عبارة صحيحة أم خاطئة؟ حفر الفنان المسلم على الأبواب الخشبية زخارف بارزة
أو غائرة أو مكسية بصفائح النحاس؟ العبارة صحيحة. السؤال اللي بعده، يستخدم البوص في عمل المشغولات اليدوية الفنية ويزخرف بآلة الحرق أو بالورنيش أو الشفاف أو الأصباغ. العبارة صحيحة أم خاطئة؟ بيستخدم البوص في عمل المشغولات اليدوية الفنية ويزخرف بآلة الحرق أو الورنيش الشفاف أو الأصباغ. العبارة صحيحة. السؤال اللي بعده، نوع تاني من الأسئلة، ضع الكلمة المناسبة من الكلمات التي بين الأقواس في المكان الخالي للجمل الآتية. استخدم الفنان المصري الأكشاب في صنع التماثيل مثل تمثال نقط أبو الهول ولا تمثال شيخ البلد ولا الأبواب الخشبية. استخدم الفنان المصري الأخشاب في صنع التماثيل مثل تمثال شيخ البلد. الإجابة الصحيحة. السؤال اللي بعده، استخدم الفنان المصري القديم الزخارف نقط والحيوانية في تزيين نقط الخشبية والأساس. نختار ما بين الأقواس، العقود، الصناديق ولا النباتية. في اختيارين نختارهم من بين الأقواس الثلاثة دول. استخدم الفنان المصري القديم الزخارف. زخارف إيه؟ العقود ولا الصناديق ولا النباتية؟ طبعا الزخارف النباتية. والحيوانية في تزيين نقط الخشبية والأساس. في تزيين الصناديق الخشبية والأساس. السؤال اللي بعده، حفرت الأبواب في العصر الإسلامي بزخارف نقط أو نباتية أو أشكال الحيوانات. ما بين الأقواس، البارز، المائل، هندسية. حفرت الأبواب، حفرت الأبواب في العصر الإسلامي بزخارف هندسية أو نباتية أو أشكال الحيوانات. الأنواع الأسئلة ديت اللي هي ما بين متعدد، ما بين الأقواس أو صح وغلط، دي اللي بتيجي في سؤال، في السؤال الأول اللي هو الثقافة الفنية اللي هو اللي احنا بنديه دلوقتي اللي هو الجزء النظري. وبكده نكون انتهينا من المحاضرة ديت. إن شاء الله يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله نتقابل مع بعض ويبقى في درس جديد وعليه شوية أسئلة برضو. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.